هلا وسهلا فيكم مشاهدينا. الموسيقى بالنسبة لها نغم وإيقاع يحلي أيامها ويضيف لها طعم وروح مختلفين. الموسيقى بالنسبة لها هي البدايات والماضي، مجتمعين مع بعض في حقيبة ذكرياتها اللي حملتها معها مدينتها القدس لحظة رحيلها. حبها لآلة البيانو بدأ في سن 12 سنة لما جربت لأول مرة تعزف مفاتيح البيانو، فكانت النتيجة ألحان أغنية بمشاعر مليئة بالحنين، الحنين للوطن. يعني ما شاء الله دكتورة أخذتنا معاها العالم ثاني. يسعد صباحك دكتورة دانا. الله يسعدك يا رب، يا هلا فيكم. يعني صراحة اللي قاعدين نسمع الحين شيء مرة حلو، كله مشاعر وكله حب. بداية حابين نسألك، هل العزف يعني أنت كانت في البداية موهبة، فالحين إيش يعني لك العزف بعد ما بديتي ويعني احترفتي؟ صراحة العزف لإلي، أنا دائما بحكي الموسيقى هي لغة عالمية، يعني أي حدا بيقدر يفهم هذه اللغة، مش لازم يكون حدا عازف، مش لازم يكون حدا ملحن مغني، أي حدا ممكن يفهم لغة الموسيقى. فالموسيقى لإلي هي طريقة لتعبير عن مشاعري، أو لما الكلمات بتفشل بالتعبير بستعمل الموسيقى. لما بكون متوترة، متضايقة، مبسوطة، زعلانة، الموسيقى هي اللي بتخليني أطلع كل هالمشاعر من غير ما أضطر إني أحكي أي كلام. طيب أنت ما درستي الموسيقى أكاديمياً أو في مركز مثلاً، هل أنت تفكرين إنه تتخصصين فيها، إنه تدرسينها وتطورين شغفك فيها؟ صراحة لأني ما عم بفكر بهذا الاشي، أنا بفضل أني أضلني على هذا الطريق، لأنه بحس إذا حدخل فيها أكاديميا ممكن أنه أتقيد بمعايير معينة أو في قيود معينة حتمنعني من أنه أعبر عن كل مشاعري فيها، بيكون في قوانين. أنا لأني بفضل أنه ما يكون في أي بوردر للموسيقى، وأنه أنا يعني أخذ راحتي بإيش ما بحب أوصل، من غير ما أنه أكون مثلاً لازم واصل ستاندرد معين أو تكنيك معين قبل ما أقدر أوصل لهذا النوع من الموسيقى. فلإلي بحب أنه لا، حستمر بهاي الطريقة، لأنه هاي الطريقة هي اللي سمحت لي أني أعبر عن مشاعري أكثر. طب كيف تستوحين مقطوعاتك وجملك الموسيقية؟ هل أنت تكونين جالسة تخيلين شيء معين، أو يعني تشوفين مثلا عازفين ثانيين؟ ما اعرف كيف اوصف لك اياها، بس انه كيف تستوحين هذه المقطوعات مع انك تقولين انا ما درست الموسيقى نهائيا؟ التاليف يعني انا اول شيء اللي اعطاني الايحاء لانه الف، لما كنت صغيره كان ابوي دائما ياخذنا انا واخواني نروح على السينما ونحضر افلام، فكل ما أحضر فيلم كنت دايماً أركز على الموسيقى اللي بالفيلم وما أركز حتى مع الممثلين أو الكلام اللي عم بيصير. يمرق مثلاً سين ممكن طوله 5 دقايق وما يكون في ولا كلمة من الممثلين، والواحد يفهم إيش اللي عم بيصير وإيش المشاعر والأحداث اللي عم بتصير بس مجرد يسمع الموسيقى. فهذا الإشي اللي أعطاني استوحيت منه، وهذا هو هدفي. أنا بحب أن ألف موسيقى تصويرية، لما ما بكون مثلا قاعده لحظه وبحكي انه اوكي انا هلا حقعد بدي الف مقطوعه، لا، هي بتيجي لحالها. مرات بقوم بنص الليل، بكون نايمه بنص الليل بصحى عم بسمع نفس اللحن، فخلص بضطر اقعد واحاول اطلعها بالبيانو، لانه بعدين يعني حنجن اذا ما طلعتها. فهي هي طريقتي بالتاليف. تحلمين انه احد يتبنى هذه الالحان والمعزوفات اللي تسوينها، مثلا تنعرض في فيلم عربي او توصل يعني للعالميه؟
أكيد أنا هدفي وطموحي من هذا هو إنه بدي أوصل الموسيقى تاعتي لأكبر عدد من الناس، وبدي أستعملها لأوصل رسالة منيحة، رسالة مفيدة. حتى لما أنا بعمل الأفلام القصيرة بحاول دائماً إنه يكون فيها رسالة بيستفيدوا منها الناس، فأكيد هذا هدفي. هدفي مش الشهرة أو العالمية، هدفي بس إني أقدر أستعمل الموسيقى لإني أوجه رسالة للعالم. طيب خلينا نسمع شيء منك الحين. أكيد حازف هلأ مقطوعة اسمها وجود من تأليفي. yeah. يعني دانا ودنا نسمع أكثر، ولكن الصوت شوية نازل، فحابين نعرف منك إيش هو طموحك للمستقبل؟ كيف تشوفين دانا في المستقبل مع الموسيقى؟ بدي بس إنه دائما أحس إنه الموسيقى ملجأ إلي. بأي وقت أحس فيه شعور صعب إني أشرحه بدي أستعمل الموسيقى كملجأ لي، وأستعمله كمان لأني أوصل رسالة مفيدة للعالم بأي إشي، لأي مشاكل بالعالم اللي عم بتصير حالياً، أو حتى إشي مثلاً موقف مرأت فيه أو شعور أنا حاسة فيه حابة إني أوصله للعالم. ما بتفرق معي العدد، بس بدي أوصل الرسالة.